للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره. يا رب يا رب يا رب ارزقنا الصحبة الصالحة، وابعد عنا أصحاب السوء. يا رب ارزقنا من يعيننا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من يضيئون حياتنا بالخير ويتمنون لنا الخير ويبعدوا عننا الحزن والهم. وارزقنا الناصح الأمين اللي بينصح لنا ويتفقد لراحتنا ويقومنا إذا حدنا عن الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا الصديق الصدوق الصادق. اللهم آمين. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الثالثة من حلقة رمضان بودكاست مع حنان عواد. والنهاردة قلبي لقيته كده رايح اني ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقني الصحبة الصالحة ويرزقني الاصدقاء الصالحين. وده فكرني في بعض الاشخاص اللي مروا عليا في حياتي وكانوا كويسين قوي، وفجأة الاقيهم بيتصرفوا بشكل وحش، او فجأة يتحول نجاحهم لشوية لخبطة ويبتدوا يفشلوا. ما تفهمش، في حاجة بتحصل كده غريبة في حياتهم، او يبقوا فجأة عندهم حزن وكآبة. الاشخاص دول لما فكرت فيهم لقيت ان في الفترة البلبلة اللي كانوا فيها دي كان في شخص صديق او في محيطهم القريب قوي 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 تأثيره وحش جدا عليه. فده خلاني اقول ايه ده الناس اللي حوالينا يا اما ناس يرفعونا يا اما ناس يجيبونا الارض، يا اما شخص عدو يا اما شخص صديق. وده برضو خلاني افكر، طب ازاي يعني نختار اصدقائنا؟ ازاي؟ على فكرة الأصدقاء ممكن يتحولوا بعد كده لشركاء، شركاء في الحياة، شركاء في العمل. فمهمة قوي إزاي نختار المجموعة اللي بنحيط نفسنا بيهم. ومش بس كده، إذا كان في حد وحش في حياتنا إزاي نخفف التأثير السلبي لهذا الشخص علينا. هو ده اللي النهاردة كنت بفكر فيه، كنت بدعي ربنا ان هو يرزقني الحكمة اني اوازن وافهم الصدقات. احنا بنكون اصدقاء مع الناس اللي ليهم اهتمامات زي اهتماماتنا، او اذواق زي اذواقنا، او عاشوا حياة شبيهة بالحياة اللي احنا عشناها، ففي حاجات مشتركة كتير. او ربما تتكون الصداقات من خلال علاقة عمل او زمالة او جيرة. في بعض الاحيان ممكن تلاقي الاصحاب حتى بيلبسوا شبه بعض بيلبسوا نفس الستايل، بيلبسوا نفس الماركات، بيعملوا نفس الحاجات. بس هل ده يكفي ان احنا نكون صداقتنا بناء على مجرد التشابه ده؟
فقعدت ادور وادعبس، وقلت بقى يعني خليني ادعبس كده في حكمه الحكماء. فلقيت ان سيدنا داود كان حاطط شروط معينه لاختيار اصدقائه، وان هو يدخلهم في الدايره الخاصه الداخليه في حياته. كان منها مثلا انه كان بيقيم وزن كبير قوي على النزاهه الشخصيه، على الصدق، على الاخلاص. ليه بقى؟ لان لو احطنا نفسنا بمن لا يتحلى بهذه الصفات، فاحنا كده جبنا ناس عندها قدرة على الافتراء. الافتراء هنا مش يقولك ده مفتري، يعني كأنه يعني بيتسلط علينا بقوته، لا، الافتراء اخطر. الافتراء ان هو يقول كلام علينا ما حصلش، يتكلم عن الناس بشكل سيء ويسوق سمعتهم، ايه تاني، مش صادق في تعاملاته، ممكن يخش في صفقات تجارية مشبوهة، ممكن يعمل حاجات مشبوهة، ممكن يكون عنده افكار بتضر اكتر ما بتنفع، ممكن كمان يكون عندهم نوع كده من الكبرياء والغرور. وللأسف يعني صعب ان احنا نثق بكلامهم. النوعية دي سيدنا داود كان بيغربلها من حياته. جورج إليوت كان بيتكلم عن في كتاب من كتبه عن الصداقة، وبيقول ان الصداقة ازاي تعرف ان اللي قدامك ده صديق ولا لا. فبيقول لما تبقى عندك احساس وشعور بالامان مع هذا الشخص، وانك مش محتاج ان انت تفكر في الافكار اللي بترد في ذهنك في الوقت اللي انت معاه، او ان انت تقيس كلماتك، ده بيكون صديق حقيقي. طبعا انا بالنسبة لي الصداقة شيء مهم جدا جدا، وعندي اصدقاء قدام يعني من ايام حضانة ولازلنا على تواصل، ودايما برضو كمان بحب اكون صداقات جديدة. لكن المشكلة ان الصداقة كلمة، يعني كلمة واسعة قوي، وتحتوي جواها على انواع وليفلز، مستويات من الصداقات. ولقيت ان ارسطو كاتب حاجات لذيذة قوي على موضوع الصداقة ده. فمقسم الصداقة لثلاث انواع: صداقات المنفعة، وصداقات المتعة، وصداقات الخير. الصداقات المنفعة دي اللي هي الصداقات المفيدة، يعني مثلا لما يبقى في حياتك حد ما بيتصلش بيك الا اذا كان عايز حاجة، او ان انت نفسك تكون ما بتفكرش في هذا الشخص الا اذا احتجت منه حاجة، هي دي صداقات المنفعة. ومش بس كده، تحت النوع ده برضو من الصداقات زملاء العمل، زملاء الدراسة، الناس اللي بتجمعنا معاهم منفعة معينة. نيجي بقى للنوع التاني من الصداقات، وهي الصداقات، صداقات المتعة. ودي هي الصداقات اللي بنكونها مع ناس بيننا وبينهم اهتمام مشترك، يعني مثلا الناس اللي بتروح تصطاد سوا، او الناس اللي بتروح تلعب رياضة سوا، او في بينهم مثلا نوع من الهوايات، جولف مثلا. بتجمعنا مع هذا الصديق او هذه الصديقة اهتمام مشترك، حاجة بنستمتع ان احنا نعملها سوا. وطول ما احنا بنعمل هذا الشيء او هذه الهواية مع بعض، بتفضل بيننا هذه الصداقة، لان هو ده اللي كان بيجمعنا. اما بقى اذا توقفنا في وقت من الاوقات عن هذا الاهتمام، او توقفنا في وقت من الاوقات عن القيام بالنشاط ده، هتنتهي الصداقه. وده كان يعني فكرني بفتره من الفترات، كان في صديقه اتعرفت عليها في مجموعه من الكتاب، مجموعه من الرايترز، الكتاب اللي عايزين يحاولوا انهم يكتبوا
كتب وينشره والكلام ده كله. فرحت وكنت ساعتها في أول محاولة لكتابة كتاب كامل مش مجرد مقالات، فرحت أحضر التجمعات دي وتصادقت على هذه الصديقة. بعد فترة لقيتني مش محتاجة ان انا اروح احضر هذه التجمعات، واتصلنا ببعض وقلنا هنتقابل و let's meet for a coffee وكل الكلام ده. وخفتت وفترت وتضاءلت العلاقة بشكل كبير جدا جدا، لان انا توقفت ان انا اروح اللقاءات دي، وهي استمرت في انها تروح هذه اللقاءات. فشوف كده، احيانا بيبقى في حوالينا ناس فجأة كده علاقتنا تفتر. اعرف ان الاهتمام المشترك اللي كان بينكم واحد فيكم خلاص ما عادش مهتم بهذا الاهتمام. وده بقى يدخلني في النوع الثالث من الصدقات، وهي صدقات الخير، او يعني بكلمة اكبر شوية اللي هي الفضيلة. والنوع ده من انواع الصدقات بيبقى فيه احترام متبادل، وبيبقى فيه يعني اعجاب بالشخص اللي قدامك باكتر من ناحية. عشان كده لو يعني فتر اهتمام معين او فتر جانب معين بتلاقي فيه جوانب تانية يعني سنداه. واهم حاجة في هذا النوع من الصدقات اللي هي صدقات الخير، هو ان احنا بنستمتع برفقة بعض. يعني بنحب نقعد مع بعض، بنحب نتكلم مع بعض، بنحب ننزل نخرج مع بعض، ممكن حتى كمان ان احنا نسافر مع بعض، بنحب صحبتهم بس كده. يعني ممكن يكون تحت كلمة بحب صحبتهم دي يعني 15 16 عامل من العوامل اللي بتخلي في هذا الحب وهذا الود. بس انا كمان بقى يعني شوفوا بقى، يعني قاعدة عمالة بحلل كلام قريته وزودت كمان عليه، ان في صداقات تانية اللي هي صداقات وثيقة قوية قوي. يعني ممكن مع صداقات الخير نبقى مترددين مثلا ان احنا ننبه هذا الشخص لحاجة معينة مثلا سلبية بيعملها او حاجة بيقولها او الكلام ده كله، عشان نخاف على هذه الصداقة انها تتأثر، فبالتالي نفقد صحبة هذا الشخص. اما بقى الصداقة اللي هي الحقيقية الوثيقة، ممكن الواحد يتكلم وهو مطمن انه ممكن لو قال حاجة والشخص اللي قدامه فهمها غلط هيجيله ويرجعوا. الله حنان، انت قلتي ده ليه؟ انت هنا كنت تقصدي ايه؟ كلام يعني او علاقة ما فيهاش خوف، ما فيهاش خوف اني افقد هذا الشخص، وما فيهاش خوف اني انا اؤذي هذا الشخص او هذا الشخص يؤذيني، لان العلاقة فيها صدق كبير قوي قوي قوي. واعتقد ان ده من اسمى درجات الصداقة. وانا بحلل الاصدقاء اللي حواليا، وبدعي ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل اللي اتمنى ان احنا نخرج منه مأجورين ومغسولين من جوه ومن بره. وانا بحلل الاصدقاء لقيتني كعادتي، لان انا دايما بحب اقسم اي حاجه لكاتيجوريز او فئات او جروبس مجموعات، فلقيت ان في كده انواع من الاصدقاء اللي انا يعني اللي موجودين حواليا. اول طبعا نوع واحلى نوع واقربهم الى قلبي هم دول الاصدقاء الحقيقيين اللي صداقتنا يعني ايه صمدت امام الاختبارات المتتاليه. فلقيت ان مثلا الصديقات والاصدقاء دول تلاقيهم فرحانين فعلا لما بفرح، حزنانين قوي لما اكون متالمه. مش مجرد التعاطف اللي بنقوله لبعض بعبارات براقه كلاشيهات والكلام ده، لا، بحس فعلا بجد انهم بيشاركوني مشاعري،
فرحانين بيه قوي قوي من جواهم. والاصدقاء دول على فكرة ممكن تكون بتجمعنا بيهم علاقة قرابة برضو، يعني ممكن يكون حد من قرايبي وفي نفس الوقت صديقي، يعني الامر ما يمنعش. الحاجة التانية كمان، الاصدقاء اللي هما المقربين دول هينبهوني لو عملت حاجة غلط، هيقولولي اللي انا محتاجة ان انا اسمعه مش اللي انا عايزة اسمعه. يعني ايه؟ احيانا بنبقى في موقف معين ويبقى الواحد نفسه يسمع مثلا حد يقول له اه انت صح، زي مثلا في خناقه او في موقف معين وغلط، يبقى نفسي كده حد يقول لي لا 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 انت صح، لا هم اللي غلطانين، هم كذا وكذا وكذا، ده اللي انا عايزه اسمعه. لكن اللي انا محتاجه اسمعه فعلا هو شخص يقول لي خدي بالك انت غلطتي ولازم تغيري الاسلوب ده او السلوك ده او كذا او كذا. ورغم انهم شايفين عيوبي بس بيحبوني بدون قيد او شرط. ودول بقى احنا دايما على اتصال دائم بيهم، حتى ولو يعني من فترة لفترة، ولكن ما نقعدش نلوم بعض ونعاتب بعض، لان احنا واثقين في بعض، عارفين ان هذا الشخص ما تخلاش عني بس الدنيا خدتنا ودتنا، وعارفين ان لو انا اتصلت بيهم محتاجة مشورة او محتاجة دعم مش هيقعدوا يبستفوا فيا انت ليه ما بتتصليش، انت ليه مش عارف ايه والكلام ده كله. فده الـ 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 الصديق المقرب اللي يعني اللي يعني اللي نحافظ على علاقتنا بيه قوي قوي قوي. في بقى الصداقات اللي هي الداعمة، تلاقي ايه شخص كده منتور ليك، ناصح امين، دي نوع برضو من انواع الصداقات اللي لقيتني برضو بجيبهم حواليا وبحاول اكون يعني محاطة بالناس دي. ومش بس كده، ان انا كمان اكون هذا الناصح وهذا الصديق اللي بيقدم النصيحة للناس التانية برضو. والنوعية دي من الاصدقاء لقيت مر عليا مواقف وانا حاسة ان انا يعني في الحضيض، حاجة كده يعني تحت خالص، سواء في الحالة المعنوية او في الحالة المهنية او whatever الحالة اللي انا فيها، بلاقي الاصدقاء دول همهم انهم يرفعوني لفوق، مش مجرد بس انهم يشاركوني الاحساس ويتألموا الألمي والكلام ده، لا ابعد من ده، قومي اقفي اعملي كذا سوي كذا، روحي في الحتة الفلانية كلمي حد اعملي كذا اعملي كذا، ادوني جرعة كده من التحميس والتحفيز ويعني وجولت كده من الطاقة، انا صاروخ انا ولع، خليني يعني ابتدي اشتغل. ده نوع يعني حلو قوي 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 من الصداقات اللي يعني حمدت ربنا قوي 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 عليهم. وزي بقى ما فيه الصديق المنتور والصديق الحقيقي، في بقى الصديق الزائف، وده بقى اللي هو انا فعلا بقول عليه عدو، وده من اخطر الناس اللي ممكن يكونوا في دايرة علاقتنا. للأسف الاصدقاء الزائفين دول تلاقيهم يوعدوك ويخلوا بوعودهم، حتى ولو هي ابسط حاجة، هننزل نتقابل في حتة معينة او الكلام ده، اذا ما كانش عندهم سبب حقيقي تبص تلاقيهم دايما يوعدوك او يعشموك بحاجة ويخلفوا هذا العشم. الاخطر بقى كمان لاحظته في هذه النوعية من الاصدقاء الزائفين، انه بيقلل المجهود والشغل اللي انت عملته. يعني للأسف تلاقي
وده يمكن حصلت لي. كونت صداقه مع كونسلتنت كانت معايا في نفس الجهه اللي انا كنت بشتغل فيها، وفترة من الفترات كنت بعمل بروسيس اناليسيس، كنت بحلل العمليات وبعملها في فلو شارت، في خرايط كده بتوري تسلسل العمليات والكلام ده، وكانت بتاخد مني مجهود كبير قوي قوي قوي. وفي الاجتماعات لما كانت المديرة بتاعتنا تثني على المجهود الرائع اللي انا عاملاه والفلو شارتس، وازاي ان يعني ان مفيش حد قبل كده جه عندهم وعمل الشغل اللي انا عملته، وده كان يعني حاجة كنت حباها جدا. لقيت هذه السيدة اللي انا كنت فاكراها صديقة هذا عمالة بتقلل من قيمة المجهود اللي اتعمل. ده في برامج بتعمل الكلام ده. ايوه ماشي، ما انا استخدمت البرامج دي. لا لا لا، اصلها سهلة، اصلها عادية، اصلها مش عارف ايه، اصلها ايه. في اللحظة دي حسيت انه لا، ده صديق زائف. مدام الغيرة دخلت قلب الشخص اللي بتربطنا بيه الصداقة، يبقى ده صديق زائف، ده ما كانش صديق اصلا. يعني نفس الوضع مثلا حصل من ان انا لما اقول انا بعمل حاجة او كذا او بتاع، او هتتعبي نفسك على ايه، ما تريحي بالك بقى، ما تشغلي نفسك بايه وتعملي الكلام ده. فخدوا بالكم من السيجنالز اللي ربنا بيبعتها لنا كده في صورة كلام بيتقال وبيطلع في لحظة معينة يوضح ما في نفسية هذا الشخص. يعني هذه النوعية من الأصدقاء اللي تلاقيهم مبتسمين ولكن جواهم في حاجة تانية. أدعو الله إن ربنا يرزقنا الحكمة إن إحنا يعني نستقبل الإشارات دي ونفهمها صح، وإن إحنا نبعدهم خالص خالص من حياتنا. حاجة تانية مهمة قوي 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 بتوضح لك إذا كان هذا الشخص صديق صدوق ولا صديق زائف، صديق ولا عدو، هو الأسرار وكتمان الأسرار. أوحش قوي بقى إن يكون في أشخاص بتفشي السر عن عمد، إما لفضحك، إما لتشويه سمعتك، إما لتقويض مكانتك في مجموعة معينة. عشان كده خدوا بالكوا قوي، أنا بكلم الزوجات، خدوا بالكوا قوي من الحاجات اللي انتوا بتتكلموا عنها مع صديقاتكم المقربات، لأن دي أسرار بيوتكم. الأمر أبعد من إن الواحد يتكلم على طبخ إيه وأكلنا إيه ورحنا فين، دي كلها معلومات عامة بنحطها على الفيسبوك وبنحطها على الانستجرام وبنحط صور هنا وبنحط صور هنا، لكن في أشياء أكتر عمقا في العلاقة ما بيننا وما بين أزواجنا، في العلاقة ما بيننا وما بين أولادنا، اللي بيكون في لحظة فضفضة ونقول هذا السر عن حياتنا، وبالتالي هذا الشخص الزائف اللي احنا مش مدركين ان هو مش صديق ولا حاجة بل عدو، ياخد هذا السر ويبتدي يفشيه للآخرين. وكان زمان مقولة قرأتها لأحد الحكماء ان السر اذا طلع من بين اتنين ما يبقاش سر، وأشار لشفتيه. شفتوا هنا الكلام الاول، السر لو طلع ما بين اتنين يعني شخصين، لا، السر لو طلع ما بين من الشفتين ما يبقاش سر. واللي يحدد ان ده سر او مش سر انت. انا في حاجات بتكلم عنها ربما ناس تانية بتعتبرها اسرار، انا بالنسبة لي عادي، مش مؤثرة في حياتي، مش مشكلة، لكن في حاجات تانية هي دي اللي انا بعتبرها اسرار. في بقى
أصدقاء الكفاح، ودول يعني تلاقي يعني الشيء المشترك الكبير اللي بيجمعنا هو البحث عن النجاح، وإزاي نحسن نفسنا، وإزاي ننتصر على المشاكل اللي بتقابلنا. ودول اللي هم يعني برضو داخل تحت أصدقاء الاهتمامات المشتركة، إن ممكن يكون صراعاتنا دي بشكل عام في الحياة، أو في مجال معين أو حاجة معينة هي اللي بنعافر فيها وبننجح وبندفع بعض إننا نتقدم. ودول من أحلى أنواع الأصدقاء اللي تشاركوا معاهم جزء من حياتكم. مهم قوي 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 ان يكون في حد في حياتنا بنتعاون بعض على الصراع اليومي والحياة، وعملت ايه وسويت ايه وحسني وغيري وعملي والكلام ده. في صديقة من صديقاتي بتحكي لي على جارتها والصداقة الجميلة اللي عملتها مع جارتها، وان جارتها هي كانت اكبر منها شوية، كانت تدخل تقول لها ايه ده، قومي 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 نظفي الكورنر ده واحنا قاعدين، قومي تلحلحي اعملي مش عارف ايه، النهاردة اختمي قرآن. فبتقول لها انا عمري ما ختمت، يعني ما ختمت القرآن. لا لا، من النهاردة هنعمل خطة لختم القرآن، وتقري سوا يعني ونقرا سوا، انا عندي وانتي في بيتك ونقرا سوا، ها قريتي ولا لا. وهذا المفهوم يمكن عملوه في بعض الجهات اللي بتشجع الناس ان هم يخسوا اللي هم فيتنس بال، يعني او accountability partners، ناس بتحسك ان انت ها يلا خسيت النهاردة، اكلت ايه، لخبطت ايه، اكلت ايه النهاردة. يعني حلوة قوي 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 ان يكون في حياتنا شخص من الاشخاص دي. النهاردة كلمتكم عن الأصدقاء وأنواع الصداقات وأنواع الأصدقاء اللي ممكن يمروا في حياتنا، ويعني اتكلمت كده يعني بسرعة على الأعداء أو الأصدقاء المزيفين. بكرة إن شاء الله هكمل معاكم الكلام عن الأصدقاء المزيفين وإزاي نعرفهم وإيه أنواعهم. لكن قبل ما اختم الحلقة حابة اقول لكم ان احنا بنتعلم، وكل يوم بيعدي علينا بنتعلم منه، فبلاش نقسو على انفسنا، ونفكر دايما ازاي انا اكون صديق كويس. لان ونس ان انا بقيت صديق كويس، ربنا سبحانه وتعالى هيحط في حياتي اصدقاء برضو كويسين. أتمنى أن أنتوا تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة، أتمنى كمان أن أنتوا تكونوا تعلمتوا معايا حاجة جديدة، أو تذكرتوا حاجة كنتوا متعلمينها وعارفينها. وإذا عجبتكم حلقة النهاردة من رمضان بودكاست مع حنان عواد، ياريت تبدوا إعجابكم بالحلقة، تدوسوا على لايك، تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وما تنسوش لو في حد في حياتكم عايزين انه يستفيد بالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، ابعتوا له الفيديو ده وخلوه يسمع ويفهم، وناقشوهم، اتكلموا معاهم، اسألوهم يا ترى عرفت حاجة جديدة ولا لا. اهم حاجة في شهر الخير ان احنا نعمل الخير حتى ولو باقل مجهود، ان احنا يدوبك نعمل شير لحاجة كويسة. أنا استمتعت بكلامي معاكم، وأشوفكم بكرة إن شاء الله.